السلام عليكم حشوة، معكم ميافو. اليوم جاك مقطع جديد من لعبة Call of Duty Black Ops Cold War. طبعا قبل اي شيء للأسف في هذا المقطع فيش فيس كام لأسباب تقنية، بس راح يكون في فيس كام لبقية المقاطع. طبعا اليوم حفاظا على لقب افضل لاعب سكاكين في الوطن العربي، اليوم جبت لكم فيديو بالسكين في لعبة Black Ops Cold War. طبعا هذا راح يكون الكلاس تبعي. استعملت الوايلد كارد هاي البيرك جريد عشان اقدر احط 2 بيرك من كل فرع، لانه حرفيا البيركس هن خرافية في هاي اللعبة. فحطيت مثلا بارانويا وتاكتيكال ماسك، حطيت اساسن وتراكر، هذول 2 مناح، وحطيت جوست وكولد بلادد. فان شاء الله اليوم بهذا الكلاس راح ادخل وراح يرجع نينجا بلاك اوبس. خلينا نبلش. مش عارف اي مود ادخل اول شيء، بفكر اول شيء ادخل كويك بلاي بعدين بدخل هذا المود. تمام، اول شيء كويك بلاي. طبعا انا مش حافظ الماب منيح كثير، فا بجوز اخذ وقت لحد ما اتعود، بس انا 100% محترف سكاكين. تمام، بلحقوا الي اسبوع يا اخوة، وقفي. اخيرا اول كلب السكين. ها نوب. كيف بلحق هذا؟ ممكن توقف؟ اسمعوا، في مشكلة في اللعبة ما بعرف، بس مفروض مرة تمسك السكين تكون انت اسرع من البقية، بس الكل تقريبا نفس السرعة، الماسك السكين او الماسك السنايبر كلهم نفس السرعة. اوكي اوكي، اخيرا كل. You can't be serious man، انا بطيء كثير، سرعتي بالسكين بطيء. يعني طلع هاي سرعتي بالسنايبر وهي سرعتي بالسكين تقريبا نفس الاشي مان. هذا الجيم ما بنحسب، هذا الجيم ما بنحسب. تعرفوا بدي ادخل هذا، بدي العب في هذا، بدي العب في هذا المود. ارمادا فش فيها، يلا ارمادا. كورونا ها. It's okay man you'll get through it. اوكي يلا، هذا الماب كبير واسع محترم، راح نجيب كلات مناح. تمام اوكي، الفكرة بدي اركب في هاي، ها برضو اشي خرافي، وبدي احاول اغدرهم من ورا. او شت او شت، هاي الاول لا كتلوه. او شت، في حد وراي، بس خطتي زبطت، شفتوا خطتي زبطت لاول مرة في خطة زبطت في هالقناة. اوه جاد دامت، وكانت في الغلط، زحلكت. اوكي انا وراهم اظن. اها مرحبا مرحبا، اهلا فيك، في كمان اهلا. اربعة يا رجالة. تمام خلاص احنا جاهزين. زي كأني اضطرت. لا مات، كنت مزعج جثته، بس في هنا 2. لحظة في هنا 1، وينه؟ جوا؟ هيا. اوكي شايفين؟ لاعب سكين محترف، في هنا كمان 1، كمان 1 تحت المي. خلينا نستعمل السباي تبعتي، بديهم بس ينطوا لعندي لتحت، بس منطوش هدول. اوه يس يس، باحتراف احتراف. بدي اطلع من هنا. اوه ماي جاد، انا محترف. بلود ثيرستي يا اخوان. او شت، في حد بلحق فيي. لا كيف؟ لا 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 لا، صراحة أنا خبصت، بس يعني لا. دامت مان! يا شباب المنطقة، يا شباب لا! أخذ المنطقة، إحنا فشلة يا إخوة حرفياً. خذ المنطقة، بدناش نخسر برضو. أوكي جبنا هذا، يعني هن في أصحابه صح؟ اوه يس اوكي. ولا هذا صاحبي. اوف شت اوكي، اخذنا المنطقة. اوكي في ناس هنا.
هاي الأول، هاي الثاني. لا حرام عليك، أنا مزبط. أوكي لنقصف هان هان هان. طلع كم كل، طلع كم كل، والدق نص واحد كمان. أوف كلين نايس، يعني مش بطال. هيك هيك وهان. زي النينجا خدرته، زي النينجا. شت شت يس موت. انا تلو ستان. لا تقتلني لا تقتلني لا تقتلني لا تقتلني لا تقتلني. يس بيرفكت. لا اثنين. اوكي اثنين صعب، صعب تتجنب اثنين. اها نايس نايس. لا يا زلمي. مسعود اوفر تايم. يا اوكي اوفر تايم، يعني بس اللي بيجيب واحده بيفوز. انا الثاني على الفريق، عندي فكره راح اغدرهم من ورا. نفس الفكره تمام. وات انا صاحبكم انا صاحبكم انا صاحبكم يا رجاله، مالنا شكلنا راح نفوز وبسهوله كمان. سمعتوا صحيحته؟ ايزي وينز 26 كيل، الثاني على الفريق. دام مسعود. والله نايس، اشتقت للسكين يا اخوة. واو بعرف بعرف المقطع قصير كثير، بس للأسف نفس المشاكل التقنية اللي منعتني استعمل فيس كام قطعت المقطع من النص. للأسف كان في جيم ثاني كامل راح من التصوير. طبعا كاعتذار مني عشان المقطع قصير، راح افرجيكم لقطة من مقطع كولد وور الجاي. يب هذا مش مقطع الاخير من لعبة كولد وور، صورت مقطعين قبل ما تسكر البيتا وراح انشر الثاني عن قريب. ان شاء الله تكون حمستكم هاللقطة. هيك وصلنا نهاية المقطع، ان شاء الله المقطع عجبكم. لا تحطوا لايك شير وسبسكرايب وحطوا لي تعليق، بحب اقرأ كل تعليقاتكم. وبس هذا هو، كان معكم ايوفو. السلام عليكم.